السلام عليكم الغزال ديالي، كاملين كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين ام ملاك. الا كنتي جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. ومرحبا كل واحد من تبع قناه شين ام ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا البنات، هذا النهار بغيت نشارك معكم الروتين ديالي كيفاش غادي ندير نقضيه. غادي نمشي لمدينه تويسيت، يعني قريه تويسيت، يعني قدام وجده فين كان ساكن الزوج ديالي كان صغير، يعني تزاد تما كبر تما عاد رحل مدينه وجده. هذيك هي المهم نشارك معكم وشنو كاع غادي ندير هذا النهار. نتوما راكم معايا هنا، غادي نمشيو عند المرت العم ديالو لتويسيت. المهم كما كتشوفوا البنات، دابا رانا ماشيين لتويسيت، طريقنا الى تويسيت. راكم نتوما معايا، حاولوا تكتشفوا النهار كيفاش غادي ندير نقضيه. غادي يكون مليء بالحوايج، غادي ندير الحوايج بزاف، المهم تقضيوه معنا نتوما. ها راكم وزاتي كما كتشوفوا، دابا رانا داخلين لتويسيت باش تشوفوا. يعني تويسيت ماشي كبيره ولا هي غير قريه صغيره ما بين جيه مجد جراده مجد وجده، مهم يعني ماشي بعيد على وجده، قريه صغيره. هنا دخلنا لهذا، دابا نتمنى تتبعوا الفيديو حتى التالي. غزالتي كما كنتم تشوفوا، هذه هنايا رانا في مدينة تويسيت، هي مجيت وجدة. هنايا كان عايش الزوج ديالي هنايا في مدينة تويسيت. راهم هنايا كاع قرام، تشوفوا العائلة جاونا كاع. رانا ماشيين نشوفو، رانا نزورو، جينا هنايا نزورو العم ديال الزوج ديالي، ورانا ماشيين نشوفو الضيور فين كانوا ساكنين. وراكم نتوما ماشيين معانا دابا. كما كتشوفو الحالة كيفاش دايرة غزالتي، كما راكم تشوفو هذه هي هنايا الدار فين كان ساكن الزوج ديالنا لي حنا فين تزاد. وزاتي كما كنتم تشوفوا، دابا راني ندير لكم دوره في تويسيت الجميله. يعني يا الناس الشعبيين والقريه هي صغيره، يعني ماشي حاجه كبيره ولا هي، الناس سعاديين وبسطاء يعني كما الزمن القديم. وزالتي كما راكم تشوفوا دركا، رانا مولين لمدينه وجده. كما كتشوفوا صافي كملنا زيارتنا لتويسيت، دابا رانا مولين لوجده. ومهم باش غادي تشوفوا، غادي من الدار غادي نمشيو للدار ونوليو نخرجوا، غادي نمشيو لواحد القهوه كيديروا فيها كيلعبوا فيها يعني الرالي. المهم غادي تشوفوا نتوما كيفاش ديك القهوه هي التاليه ديال الحدود، مع الحدود متلاصقه مع الحدود الجزائريه، هي التاليه هي التاليه. المهم غادي نمشيو نقضيو فيها الليل ديالنا تما، وغادي نتعشاو وغادي نشارك معكم كل شيء، لان ضروري كنبغي نشارك معكم اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، لان راكم اخوان ديالي والاخوات ديالي، ضروري نشارك معكم حياتي كامله. ونتمنوا التشجيع ديالكم لينا، وما تنساوناش الدعم ديالكم، وما تنساوش البارطاج ديالكم للقناه ديالي ان شاء الله باش الاسره ديالنا تكبر. وشكرا لكل واحد مدعم لاشين ديالي شين ام ملاك.
صالاتي كما كتشوفوا هنايا داينا الركاده بجوق داير ماسك صالاتي كما كتشوفوا دابا راني في هذه الخيمه هنايا في هذا الجد فيها هذا الشابو فيها هذا ديال لابوز هكا فيها قداش البنات هذا اللي يسموه قداش شي قداش قداش الصوف بين هذا الطريق هذا مكان مهم الغزال ديالي كما راكم تشوفوا هذه هي السهره رانا قضيناها هنايا كملنا السهره شاركت معكم النهار ديالي كامل وشنو درت فيه نتمنى النهار ديالي يكون عجبكم وما تنساوش دعموا قناه شين املاك باللي لايك بالاشتراك وبالبارطاج مشاهده كامله باش تدعموها وما تنساوش تبارطاجيو مع جميع الاسره ديالكم والاهل ديالكم والاحباب وشكرا شكرا شكرا يلا نخليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله وما تبقاوش تزابيو دائما في الدعم ديال قناه شين املاك يلا راكم معايا حتى التالي بسلامه.